رغم تبني التنظيم والتحذيرات الغربية من تحركات قبيل الهجوم، الكرملين رفض التعليق على أنه داعش وراء الهجوم الذي طال أحد أكبر المسارح بضواحي موسكو قبل انتهاء التحقيق الذي أطلقته موسكو طبعا بعد الانفجار. أما الخارجية الروسية وعلى لسان الناطقة باسم الخارجية فقالت بأن واشنطن تختلق الأعذار لكييف وتحاول أن تتستر على نفسها من خلال إلساق التهمة بداعش. اتهام واضح مشاهدينا لواشنطن بالضلوع بالعملية أكدته زخاروفا، حيث أضافت أيضا بأن المهندسين السياسيين الأمريكيين أوقعوا أنفسهم في ورطة اختلاق القصص حول حقيقة بأن هجوم كروكوس الإرهابي نفذه تنظيم داعش. تصريحات زخاروفا طبعا سبقت تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أداريان واتسون بأن أوكرانيا ليست متورطة بهجوم كروكوس وحملت تنظيم داعش المسؤولية بالكامل. روايات عدة إذن حول المسؤول عن هجمات مجمع كروكوس بموسكو، بعض ألقى اللوم على داعش والآخر على أوكرانيا، وهو ما تميل طبعا موسكو الرسمية إلى تصديقه. نظرية أخرى تتهم الولايات المتحدة والغرب بالوقوف وراء الهجوم. العربية استطلعت أراء الشارع الروسي حول هذا الموضوع وعادت بالتقرير التالي فلنتابعه. Украинские спецслужбы наускиваемые западными, английскими, скорее всего, разведками. Ну, тут двоякое понимание, кто за этим стоит. Я не могу точно сказать, кто за этим стоит, потому что здесь же все равно это не ясно все. Плохие люди. Не знаю, следствие должно разбираться. Версий много, поэтому вот нужно ждать результатов расследования. Много кто мог быть, потому что сейчас время, ну, сильно неспокойное, и, ну, может откуда угодно угроза прийти, поэтому это может быть как и с СВО быть связано, может быть связано также с деятельностью как бы заграничных каких-то ведомств. Очень много вариантов. А может быть просто какой-то теракт просто от какой-то террористической организации, поэтому вариантов много. إذا عدنا مشاهدينا بالجذور التاريخية لنشأة داعش خراسان فهي تعود لعام 2014 نتيجة انشقاق عناصر من طالبان وطالبان أفغانستان والقاعدة من المقاتلين الذين كانوا ناشطين بأفغانستان وباكستان. بأعقاب هذه الانشقاقات أرسل تنظيم داعش مبعوثين من العراق وسوريا للقاء مقاتلين محليين. بيناير عام 2015 أعلن داعش تشكيل فرع للتنظيم فيما يطلق عليه اليوم ولاية خراسان. بعد الإعلان مباشرة عين أبو بكر البغدادي حافظ سعيد خان كقائد لفرع خراسان، واستمر بمنصبه إلى حين مقتله بصاروخ مسيرة أمريكية بيوليو عام 2016. لكن مشاهدينا، من يتزعم التنظيم حالياً؟ فلنتابع هذا العرض المختصر عن التنظيم وقياده وأعود من بعده.